مهمة جديدة لك مع القوة الجوية، شلون بدأت رحلة التفاوض وياك؟ يعني تعرف نادي القوة الجوية نادي كبير، ويتشرف أي مدرب يكون مدرب لنادي مثل القوة الجوية، نادي الألقاب والبطولات ونادي خرج اللاعبين. يعني بعد الأمور اللي يعني حدثت بالنادي واستقالة الكابتن حكيم شاكر، وأنا حقيقة ما كان عندي تفاوض يعني الفترات السابقة كلها، إلا قبل يعني يومين يعني عندي كان تفاوض مع السيد رئيس الهيئة الإدارية مباشرة. نفس القائد شاكر. القائد ووضحت بعض الأمور، ويعني صارت يعني رؤية مشتركة على بعض الأمور اللي تخص الفريق والكادر الفني والأمور اللي تخص النادي ورحلته، ويعني أكو متعلقات أيضا للاعبين، فكلها قال يعني إن شاء الله المهم هي خدمة النادي ونعمل على مصلحة الفريق، ووافقت على يعني قبول المهمة. والإدارة كانوا موجودين يوم أمس، اجتمعت مع الإدارة الإخوان يعني الكابتن هيثم كاظم والأستاذ علي صغير والإخوان الباقين بالإدارة، أمين السور والباقين، على أنه تم الاتفاق وإن شاء الله يعني نبدأ مهمتنا، رغم أنه هي مهمة صعبة يحتاج لها الكثير، هو فريق كبير، ويعني تعرف الجوية يعني إن شاء الله نوضح الأمور اللي حدثت له خلال البطولة، ويعني الإجهاد اللي صار على اللاعبين والمباريات المضغوطة أثرت على كلها راح نتحدث بهن. نعم. بس أسألك أنت، قبل يومين نزلت تصريح صحفي قلت ماكو أي تفاوض رسمي مع الإدارة، والأخبار. نعم. اللي ظهرت كاذبة. صحيح. شو بسرعة صار التفاوض والقبول؟ شلون صارت بهالسرعة؟ يعني اتصال واحد انحسم الموضوع؟ اتصال واحد وصارت رؤية مشتركة، وثاني يوم القائد يعني قال لي أنا أقعد أشوف الإدارة. وبعد ما اجتمع بالإدارة، ما أعرف هم اجتمعوا على يعني يطرحون الاسم، ويعني قال اليوم أنا اسمك لاقى قبول جميع أعضاء الهيئة الإدارية؟ الحمد لله من الجميع، ويعني حتى اليوم احنا كنا بمقر النادي اللي بالغزالية، يعني قالوا أسرع تسمية يعني كانت لل... أها. نعم.